ايه الاو بي ويبن بتاعي. المكان القذر ده ما نساهوش، لا عمرك ما تنساه. تعالى بقى كده خد دي، يا لهوي انت هتقتل، احنا هنقتله قبل ما نخش. قتلناه في ثانية. يا لهوي يا لهوي. ده بص ده الله يرحمه كان بص. كان بص. انت مت؟ وايه اللي حصل بقى؟ انت احنا الاثنين متنا من القطر. ثاني تقريبا المنطقة مش هنا. اوكي نيفر مايند، شكلها مش هي دي الدخلة. وتبقى الجرافيتي، يعني دي يعتبر الموتا جرافيتي برضو. بس بدل ما انت تنزل على الارض، القطر هو اللي يجي ويخبطك. اوكي هشوف انت هتعمل فيه ايه، وريني. راح احاول اقتل الشيلد سيرفيز يا عيني يا عيني، اللهم صل على النبي. يا عيني بجد. ايوه كيلد ولا يا لهوي. تايم اوت. انا تايمت اوت اصلا في اللعبه فعلا. يب كل حاجه ثابته. ثبات. انت بتمشي اهو. انا بمشي بس انت كل حاجه حواليا ثابته. انا عندي. يا لهوي. طب امشي على الكوبري. اقول لك امشي على الكوبري كمل. واضرب بقى في الاشباح اللي انا مش هشوفهم. هنشوف لو هتنفع. كمل مشي. انت وقفت ليه؟ كده انا فصلت عندك، لان انا كملت مشي. لا انت مشيت اهو، كملت مشي. انت في اخر الكوبري. انا باين عندي ان انا مت. يا لهوي يا لهوي. انا مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل. كل حاجة ثابتة، تحس ان انا وقفت الزمن او بلعب. انت فين بقى؟ ايوه انت هناك. هنا اشوفك بتعمل ايه. ماشي في الحيطة. استنى بس، الشوبز مش عاوزني اختار، مش عاوزني اخش على الشوبز ولا اي حاجة. انا اساسا عملت ترافل لود. ترافل؟ ايه؟ لحظة انا عملت الترافل، انت ما شفتش الترافل؟ واو. واو. اسف اللودينج. واو بجد. لا ده انا المفروض اقفل اللعبة، المفروض. لان كده غلط. ايه اللي حصل؟ انت عرفتش؟ انا واقف عادي جدا وعاوز اخش الشوبس وبس. مش شايف اي حاجة. ولا ايه الهوا، ولا شايف قدامي اصلا. هي تحت صح؟ تحت. لو وقعت هنا. لا الحمد لله انا ما وقعتش. لا هنا. كنت نهنكت ولا ايه؟ انا عملت ميوت من كتر ما انا عايز استنى. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله، هنكت ومت. ما تفهمش ازاي. كل تهنيجة موتة تقريبا. وقعت. ده اكتر ملك تانك في اللعبة تقريبا. ما هو اساسا معمول من اسمه بنكر. هو اسمه هو بنكر، هو عبارة عن بنكر. بنكر السكر. ادي بقى كده. علي ليه جميل. هات عينيك الجميلة دي، انا احبها. متحركش بس. مرتين؟ قالت مين مرتين؟ لا هي قالت مرتين على فكرة، بس انا هنكت. انا مش عارف الف. انت رحت فين؟ انا عمال مش عارف اطلع لك فين. مش عارف الاماكن كلها مغلقة. هلحق؟ مش عارف.
ما لحقتش. انت ايه اللي بيدخلك جوه هنا؟ احنا كنا برا. انا بلف عشان ابعد عن اي ضرب نار عشان يا بنت عكسي. انا اول ما بلاقي مجموعه بخش عليهم. عشان انت فاكر انا مش ده. ايه ده مش عارف امشي ليه لول؟ عشان السلاح سرعتك وانت ماسكه اهو. ثانيه ثانيه امسكه. بين سكوات بقول لك ايه، انا جالي الفاير انت جالك السلايك. حسبي الله ونعم الوكيل. السلاح ده خطر الصراحه والله، خطر على الودان. كل اللي في المشن لو انت ركزت في المشن هيقعدوا يقولوا ده فين لازم. كان في بقى هنا تشيس اللي بتطلع ودان لو وقعت في اللافا. بس اقول لك بس بس ما اعتقدش ان انا اعيش. ايش ده؟ لا انا جاي لك انا اللي صحيت. انت اللي موت تعالى كوه.